السلام عليكم، كيف حالكم؟ عساكم طيبين. معكم منذر، جايزكم جيم بلاي اخيرا الست الخامس. طبعا لعل شيء متاخر، بس ان انا اتمنى ان الجيم يكون ممتع اول حاجه، واتمنى حظكم كويس. انا اهم حاجه طبعا جزاكم خير لو استمتعتوا بالجيم كذا، لا تنسوا اللايك واشتراك وشير. وطبعا عندنا هدف ان نوصل 1000 مشترك على نهايه 2021، فبدعمكم ان شاء الله راح نوصل باذن الله. يا ان نجرب دراجونيك، توقع لي باقي ما جربتهم الان، كمان رديم ما جربتهم، الابومنيشن ما جربتهم، وممكن بما ان معنا بو احتمال اروح ابومنيشن، احتمال كبير حكون عندهم كلستا، او ممكن نصنع الايتم حق ال اوه خلاص خلاص سمعت خير. في بيلد الان الابومنيشن اللي هو تسوي زيكس رات، الزيكس رات تسوي على الابومنيشن، ممكن صوت اللعبة عالي. حلو البيلد ان تعطي زيكس رات للشخصية الابومنيشن. فاذا مات يتفعل يتفعل اللي هو الفأر ذاك الصغير، والسيون ياخذ ايتمات حق زيكس رات فيتفعلها كمان لو مات. كومبو غثى عموما، بس اتوقع الحظ مو ماشي معي تمام. شوف كيف. اوكي بس المشكلة ما في ولا شخصية أول من عندنا ولا شخصية. عموما جد خير، يسوي اثنين ايتمات زيكس رات عليهم، لو في واحد شادو احسن. أو يستاهل الموضوع. تقول مفروض يطير رفن. اخيرا سوينا دروجنيك يا جماعه الخير، اخيرا اخيرا. اعطوني بيضه، اعطوني بيضه بسرعه، نبغى مزرعه دجاج. هذا الجيم حرفيا راح اسميه جيم مزرعه الدجاج. خلينا نشوف اول بيضه اللي في اللعبه يا جماعه الخير. اول بيضه اي باركولي يا جماعه الخير، انت باركولي. اتوقع بدينا نبيعها صح؟ ثواني خلنا نشوف الاتمات. عطنا مانا، نحتاج مانا، بدينا نبيعها والله. جولد عيب والله، والله عيب ابيعها. معليش ثواني لفن، خل لفن. ما ادري اذا رفن والله ما لها حرفيا ما لها فايدة، شكرا راح نطلعها رفن. كيف صار شنيع والله. الكفن مره قوي، الكفن زي سرات حبيبي. راح خسارة القهر بس عادي عادي عادي. بهيضة الثانية اوه على طول فكست على طول، ما طولنا. طيب لوكس كويسة. خنبيع رفن، ما نحتاج رفن. ثواني خنبيع، صدقون؟ كذا أحسن. طبعا أنا حاط زيرة قدامي، حاط عليها أتم حق زيزرات، فأبغاهم يفكسونها وتموت بسرعة كمان، هي عشان تخدمج على الباقيين. كمان ترمي حقها ستن، بس لعلها شوي ضعيفة لنا في واحد. اي اسوأ شيء انك تسوي دروجنك من البداية بس حظك سيء لدرجة ما بدك تكمل الجيم النهاية. بالله فكوني من الحظ. تيم عندي يبغى تعديل التيم، او يبغى لفة على الاقل. يب عطنا هذا بالبف، بالبفر حيكون كويس كمان مع هيمدنجر.
بس كذا 3 شيء كويس مو بسيء. بس اني شوي مستعجل بالاتمات، بس العادي هذه كبيرة شوي صح؟ شايفينها؟ اكبر من قبلها، فاتوقع راح تطول شوي، وعلى الاغلب اذا كانت كبيرة معناها اللوت حق احسن. انا فهمت ان في 3 احجام البيض، صغير وسط كبير، هذه اتوقع انا وسط، في اكبر منها. بس كم دورة تحتاج نشوف الان؟ كم دورة؟ اتوقع دورتين تحتاج، اذا صغيرة دورة، الوسط دورتين، والكبيرة 3 دورات اكيد. ممكن الجولد دبلهم. نايس، انا متحمس ابغى اشوف ايش يطلع من هذه البيضة. يطلع منها 6 صح؟ لاحظت انهم يطلعوا لي شخصيات حق دراجونيك. الان البيضتين اللي قبل طلعت لي 2 6، معقول البيض حق دراجونيك بس يطلع شخصيات دراجونيك بس؟ شوفوا كذا ترى ممتاز، لانك راح تلف الشخصيات دراجونيك في 3 بسرعة تمام. بس العيب لو انك محتاجهم، ما ادري احس انهم مي كويس ومو كويس، ما ادري كيف. اوه انا عندنا بيضة صغيرة، جماعة خير صح، دائما جماعة خير تفو، فضوا مكان البيض، انتبهوا لو ما في مكان البيض يروح لك. فضوا مكان البيض، خلاص فضوا مكان، نبهتكم. شايفين كيف؟ زينة مرة كويسة، كويسة كانت قدام، مرة كويسة، فكرة كويسة مني. يب زيارة سوت الشغل كله. كم تباعها؟ ليش الوسط بجولد واحد؟ ليش؟ المفروض جولدين حقها يعني. اوه بس خير، اشوف جانا. يب بس تجيك شخصيات دراجونك بس. جانا في الكوز، جانا في الكوز. جانا في الكود ثواني. جماعة الخير جانا في الكود. ممكن احط الاتمات عليه الان هذه بدل زيرة، والداخل بدل زيرة اش، لان اش دراجون كمان باقي مطولين على دراجون الخامس. احنا باقي مطولين، مشكلة ان هي سبيل بريك او سبيل ويفر مو سبيل بريك. اشتغل سبيل بريك ما ادري. طيب خلينا نشوف كذا مرة كويس. بس لو اقدر اقول عليها اتمات نقولها عليه كويس حق زيرة. اوه قهر كان بيرميها فيكوز. اوه لا فيكوز انسحب، فيكوز انسحب. نايس في الكوز. يا راضي يا راضي بخسارة هذه، راضي فيها. المفروض ابيع الاتروكس. نحاول نجيب على طول هيمدنجر، نحتاجه بسرعة. والله الجنسو آيت مو بسيء على آش، ما أدري خلي آش ماكينة استنات. تعرفون الأتاك سبيد عالي، ترمي 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 على طول. بس نحتاج كذا، نحتاج محل، نحتاج اللي هو الشوجن. يعني نحط جنسون، الشوجن مرة كويس مع الجنسون. بس خلنا على كذا الآن خلاص. يا ساتر استر يا ستار، إيش هذا؟ ما ادري صايد ينفع ولا لا، بس راح نشوف الان. وكأنها سيئة او لا. او لا ايش هذولي؟ صدق والله
حق قال عاش منها فايدة عاش. خلينا نشوف شنو نقدر نسوي. أو هذه خسارة. صبر هذا سوي دروجنك كمان. بس أنا أتوقع أحسن منه بكثير. هذا وين هذا وين هذا وين. صبر. وكأنه هكرم معضل. يا ساتر هكرم. أوكي. هكرم ما غيروه نفس هكرم اللي راح نفسه ما غيروه. طيب خلينا نشوف الايتمات نشوف الاشياء. مرة كويس. صدقوني ما تخير الى الان عندي زير هي على دمج على من في الكوس حتى. يا حبيبي على البيض. مزرعة بيض. بس والله شيء خايسة والله. طيب خلينا نحط الاتمات على فلكوز خلاص. طبعا راح نسحبها بعدها منه. راح نسحبها لا تخافون. ما راح تبقى على فلكوز. راح نبيع بالفلكوز وندخل بدالها هيمتنجر. هاي الخطة. يصير 5 درونيكونيك معنا 5 دراجونيك مع ممكن كندرد مع طارق نايت. لان طارق يفعل فندرت الفيردنت اتوقع فيردنت مع اش يب. و هذا طارق. وبالنسبة لمين كنا يب بالنسبة لكنترد رينجر مع اش. ممكن بدل طارق ممكن نحط كيل. كيل كويسة ممكن نشوف. يصير تيمنا 5 نايت معلش 5 دراجونيك 2 نايت 2 فيردنت 2 رينجر. اشوف الاثنين اوكي. تقول خلف لو قدرنا محي اقول لكم لو جاني الان هي مدنجر انا اضمن لكم الاول. What is this؟ ايش هذا؟ هذا اغرب شيء ما عليه في حياتي. ليش سوى كذا؟ صبر هو الان يلعب دراجونيك خلاص. هو يبي نقولها على اتوقع ندلي. شايف عنده فوق ندلي في البنش. اتوقع انه يبغاها على ندلي. انا عارف ان انا تخشوني كثير وعارف اني جاحدة والله والله اني عارف. بس انا ببيعه في النهايه حرفيا راح ابيعه. الا لو بدخله مع كيل ما راح ابيعه. بس كيل لازم اضحي بالنايت. يا باب لا لا فكرة سيئة. فكرة سيئة حرفيا. إيه عندنا الجاردين انجل خلاص. نحل عندنا بلوبوف ثاني. نحط على اش. نقدر نحط على اش الكترو. الكترو كويس. طيب خلينا نحط على اش. واو ايش اللي صار؟ سندرا وهذا كبير مره. هذه كبيره مره. طيب اتوقع هذا كويس. او نايس نايس نايس. ثواني طبعا جت خير فيردن. شايفين الدائرة الخضراء؟ اي احد داخلها ما راح يجي سي سي ابدا خلاص. هاي الحركة حقهم او هذه حقهم الخاصية. لو ابيع ذولي راح يجيني جود كثير حرفيا. واللي احسن ما الف لهم تصدقون. هبي عاش واو فلكوز نايس. فلكوز حط على اش. لا اش مو كويسه. بنحط على هيمدنجر بس ما ننطر هيمدنجر يجي. بنحط الايتم الان على فلكوز.
في الكوز في الكوز قلت داش في الكوز الحمد لله. بغت تكون كارثة حرفيا، بغت تصير كارثة. عطي بيف سورد. نقدر الآن نسوي نسوي الايتم حق الشوجن مع اش. طيب طول او نايس. ثواني نايس 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 نايس. بس خير، الامور تمام، الامور تمام. ابشركم ما يحتاج هذا، حرفيا ما يحتاجه. او يا ساتر زهرة. احنا اتوقع ان كملنا التيم الكويس حقنا، خلاص كذا كويس الموضوع. بس نحتاج نبدل زيرة، خلاص نحتاج نبدل زيرة. لحمة طيب حلو. لا بعطي بعطيه من دجر المانا، اعطيته ال نو نو تعيد. اعطيته ال منذ ركز منذ ركز ثواني معليش. انا عارف ان شيء غريب شوي الآن، بس الأغلاط تصير جماعة الخير، الأغلاط تصير. كنت مرة كويسة بتكون معاه. إيش جانا هنا؟ نشوف جولد. أوكي مش سيء. ليش انا حاط هذا باقي؟ ترى لازم لازم اغيره. اوكي ما في زحمه، انزحم المكان. طيب خلينا نطير. نص ساعه عشان عبي مانا هي ما تنجر. التيم كويس، التيم الان كويس الحمد لله. عدلنا مشاكل عندنا، عدلنا كل شيء. هذا راح نحط على كندريد، خلاص راح نحط على كندريد على الاغلب، على الاغلب. ثواني خلنا ناخذ هذه. اوكي ما قصرت تيمو. داريوس احسن. ثواني كندريد ايش تلعب؟ واو المتنجر بتخيل تركب حق. خلصنا خلاص، بقول لكم احنا ممكن الان نروح تسعة بس عشان ندخل اي شخصية زي مثلا سبيل بريكر او اي احد، اي احد عارفين اي احد. بس تقريبا الكوب حقي خلص، وانا متفاجئ ان هذا البيض يخلص بسرعة. البيض واو زيرة ما شلت زيرة. اوكي خلاص راح اوقف رول بعد خير، راح اوقف رول، راح اروح تسعه خلاص، راح اروح تسعه. للاسف كان بدي اروح تسعه من زمان.
راح نعتمد على البيض خلاص، راح نعتمد على لوت البيض. يا ساتر شو تصير؟ وات كيف خسرت زي كذا كارما؟ راح ثواني، مو هذا احسن هنا عشان اولد كندرد ما يموت؟ انا احسن. طيب خلينا نحطه على اش. او لا هذه خسارة، الله يستر. انا ما افهم كيف هذا مره قوي كذا، كيف الان راح اذبح هذا؟ اشرح لي بالله كيف ممكن يموت فلاد؟ كيف لازم رل باختصار. او الولف بيتك بالله. يس 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 خير. جولد بيضة ابيها بجولد. ليش ليش كذا؟ بس خلينا نشوف الدمج حقه، 7777. يخرب بيت جاكس حقه، يا ساتر. نايس كندرد، نايس. جاكس مات خلاص، امور هينه جت خير خلاص. الكاري حقه مات، ما ادري كيف مات حتى اصلا. بخير الدراجون او بي مره، والله او بي والله. بخير هذا، وانا صارف جولد كثير في الجيم، وانا مضيع جولد، يعني اقدر ارجع جولد بسرعه لو بعدولي ترى. واو حرفيا واو. اوه جاي مريلو، نايس حرفيا نايس. حرام عندي بيث نبي افساد برا بس استعملتهم. المدنجر المدنجر فعل حقك الالتمت. وفر درفن بجيبك فاهم، وفر درفن بجيبك. بتخيل هذا الجيم الاول باذن الله، باذن الله الاول. نشوف هذا. طيب هذا عنده كارما، هاي مره مصيبه كارما حرفيا مصيبه. ف ما ادري هي ترمي الكيو حقها على اللي ورا ولا كيف. خلينا نقرب بسرعه. والله كارما مصيبه، جات خير كارما حرفيا مصيبه. نلعب ضد حق. اوكي اوكي اتوقع اني سويت خير يوم سويت دراجون كلو. والله حق الباك لاين ترى والله مره قوي جات خير. ما يقدر ما يقدر ما يقدر. اش اعلى دمج اش وات. والله قاعد انا قاعد انصدم. كارما يلا نشوف. يخرب بيته حق كارما، سراكه في ثلاثة. عز الله ما فلحنا، يا ساتر يا ساتر. هذا ايش؟ طيب انا اللي فهمته اني لازم افرق تيمي، لان كارما حرفيا معضلة يا جماعة الخير. مو معقول 17000 من
جيمس خير ذبح التيم كله من ضربة واحدة، حرفيا من ضربة واحدة ذبح التيم. مستك اتوقع حتى مستك ما يفيد، مستك ما يفيد. اوكي اخذنا الصراحة، قررت اني اخذ تبع الاش. يصير يصير. طيب ندخل مستك، ما نقدر. حلو هذا ايزي، حرفيا هذا ايزي. اتوقع نسبة اني اخسر ضده 0%. نقول ان شاء الله. اخذ كندريد، اخذ كندريد. اوه والله ما ادري ايش صار، بس كان كان جات خير قاعد يسرق كندريد حقي. سرقها صح؟ لا والله كان كان فايت صعب، كان فايت صعب. اتوقع اثنين من هذه فكرة حلوة. طب خلينا نفرقهم. يب خلينا نفرقهم، لازم نفرقهم. شكلها خسارة ما شاء الله. سوي علينا حرفيا، سوي علينا. ما في امل. جي 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 جي. تيما مرة قوي، تيما كارما مرة معطينا كارما. عموما يا اخي اتمنى لكم استمتعتوا في الجيم. الصراحة كان كومبو دراجونيك مرة قوي الصراحة، مرة قوي. بس ضدي لعلك كان محظوظ كارما، لعلك كان محظوظ. في النهاية اللعبة حظ، ما يهم من فاز من خسر صح ولا لا. مش استمتعنا في الجيم، ويا شباب استمتعتوا في الجيم. لا تنسوا اللايك والاشتراك والشير، ونشوفكم على خير. في امان الله.